حاجات إياك تعملها مع الببغاوات بالتدريب طبعا. فخليكم مع الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة يا جماعة هتكلم عن حاجات لازم ما تعملهاش مع الطائر بتاعك. بس قبل ما يبدأ الفيديو ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة لو كنتش مشترك عشان نستمر في تنزيل فيديوهات، واللايك عشان الناس كلها تستفاد، يعني الفيديو ينتشر والناس كلها تستفاد بالفيديو المعلومات يعني كده. يلا بينا نبدأ الفيديو. رقم واحد، اوعى انك تحبس الطائر في القفص. يعني ايه؟ يعني اوعى انك تحبس الببغاء، مثلا انت جايب ببغاء وبتلعب معاه كل حاجه وفجاه كده انت بقيت تحطه في القفص تحطه الاكل وتمشي ما تلعبش معاه خالص. يعني اقل حاجه خالص تلعب مع ببغاء ساعتين ثلاثه كده، يعني ده اقل حاجه انك تكون طالع على القفص. ده حاجه مش حلوه خالص، انت كده بتعزز ان الطائر يبقى ايه، تعزز عنده حاجه ان هو يبقى وحشي ضدك، تلاقيه بيعضك مثلا وكده. غير كده ان انت ممكن تلاقيه ريش صدره راح، لان هو ايه بينتفه عشان زعل كده، جاله اكتئاب، بالذات في الببغاء الكاسكو عموما، ده منتشر في الكاسكو كتير جدا وزنجبالي يعني. فاحنا مش عايزين كده، فانت تبقى تطلعه، يعني تبقى مطلعه على حاجة مثلا ساعتين تلاتة كده باليوم، تخلي معاك اليوم كله. فايه يعني، حاول انك تكون فاضي. لو حسيت ان انت مش تبقى فاضي في يوم كده ما تجيبش طائر احسن. فدي النصيحة الاولى. ورقم واحد دي بتفتح لنا الباب ان احنا نتكلم في رقم اتنين، واللي هي انك تخلي الطائر يعتمد على نفسه. يعني ايه؟ يعني انك ايه، مش هتكون طبعا فاضي للطائر، يعني انت بتكون بتلعب معاه كتير طول اليوم وكده، بس انت مش هتكون فاضي الوقت كله. فانت لازم تخليه يعتمد على نفسه في القفص. ان انت مثلا تعمل له ايه، تجيب له العاب، او انك مثلا تجيب له مكان تاني من نفس النوع يلعب معاه ولا حاجه، العاب مثلا زي العاب الذكاء وكده، حاجات عشان يسلي نفسه او يحرق من طاقته. او مثلا تجيب له مثلا مذكر، تجيب له تاني تجيب له مذكر عشان يتسلوا مع بعض كده عقبال ما انت والالعاب برضو ليها دور، يعني في ممكن تجيب له العاب، ممكن تجيب له واحد تاني من نفس النوع كده يعني. فانت مهم ان انت تحاول تشغله في الوقت انت مكنتش موجود فيه. بس ده برضو مش معناه انك تسيبه وقت طويل جوه القفص. ورقم اتنين بتفتح لنا الباب ان احنا نتكلم في رقم تلاتة، ان انت بتحط الببغان بتاعك العاب خاطئة او العاب ضارة، او ما بتحطش للببغان بتاعك العاب اصلا. دي حاجة وحشة، لازم الطائر تحط له العاب عشان يرفع عن نفسه. مثلا انت بتطلعه برضو بتلعب معاه كل حاجة، تحط له لعبة يلعب بيها يتسلى كده برضو القفص كده يعني. حاول انك تجيب له العاب، وفي العاب برضو ذكاء كده تحطها عشان ايه ينمي ذكائه وكده. فايه دي حاجة كويسة وبترفع ذكائه وبتحرق من طاقته، عشان هو عنده طاقة عايز يحرقها، مش ان انت مثلا تطلع القفص تفضل تحس عليه وبس. لا، انت المفروض تعمل ان شاء الله تعمله العاب بورق يا سيدي، المهم ان انت تعمله العاب ويلعب وينبسط. فدي حاجة مهمة جدا جدا لازم تاخد بالك. وزي الالعاب الكويسة اللي انت لازم تحطها للببغان، اللعبة اللي بيفضل يعض فيها الخشب دي، اللي خشب ملون كده، او بيبقى بدل الخشب صدف، الاتنين دول بيحب يعضوا فيهم جدا، وبالذات الصدف دي بتبقى مفيدة جدا لو كل منها بتفيده فعلا. وفي العاب اللي هي بتبقى ذكاء، يفضل يحرق من طاقته عشان يطلع الحب، انت بتكون حاطله الاكل اللي هو بيحبه في البتاعة دي. والعاب ضارة زي انت تجيب لعبة فيها خيوط كتير تخش تخنوه ويموت، العاب فيها خشب بألوان ضارة جدا، هو بيكون الوان مخصصة للببغاوات وكده. ويستحسن انت تجيب خشب مش ملون يعني، بس عادي ممكن تجيبه بس ايه من مكان ثقة يعني، او
كده، ويستحسن تجيب له الصدف احسن. فايه، حاول انك تقرا عن الالعاب الضاره والالعاب الكويسه للببغانين. رقم 4، ما ينفعش انك تعتمد على الحبوب وبس. ان انت مثلا في ناس بتعتمد على الحبوب ان ده اكل اساسي إيه عشان الببغان تاكله، بس ما تكونش غير الحبوب. ده حاجه خطا جدا، يعني في امراض كتير بتيجي بسبب انك بتعتمد على الحبوب وبس. خطا كبير جدا انك تعتمد على الحبوب، انت بتعتمد على فواكه وخضار. الحبوب برضو فيها فوائد حلوه وكده، بس مش بس الحبوب، مش بس الحبوب اللي المفروض تقدمها. عندك مكسرات تحطها للببغانات، عندك فواكه وخضار، وعندك الحبوب مستنبتة، وعندك زيت نخيل، وعندك حاجات كتير ممكن تقدمها للببغان اللي بتمده بعناصر مهمة جدا بيحتاجها في حياته. يعني مثلا انت بتكون مدرب ببغان، تكون تحط له حاجة يأكلها زي موز، تفاح، خضار مثلا زي خيار، جزر كده. يعني المهم ان انت تحاول تنوع له وتعمل له حبوب مستنبتة وحاجات كتير كده. المهم ان انت تفيد الببغان بتاعك. مركز على نقطة التغذية عشان دي اللي بتطلع الببغان بتاعك، والشمس برضو مهمة جدا للببغان. مثلا تبقى تشمسه كمان، عشان في ناس ما بتحطش طولها في الشمس خالص، يعني تحطها كده. بس لو الببغان بتاعك ما بيشوفش الشمس، مثلا لو انت عندك جوز سفريخ ولا حاجة ما بيشوفش الشمس، دي تحط فيتامين د بس، يعني عشان ما بتشوفش الشمس وكده، فانت تحط لها فيتامين د، عشان الفيتامين د ده بيعوضهم عن الشمس. رقم 5، دي حاجة انا بعتبرها جريمة بالنسبة لي، هو مش عارفة ازاي بيعملوها دي. قص جناح الطائر. قص الجناح دي حاجة، او نتف الريش، ان انت تروح تنتفه كده، وانك تنتف الريش دي حاجة. مثلا الطائر بتاعك يكون في ريشة مقصوفة كده ولا حاجة، انت تنتفها بس هو هيطلع تاني يعني. بس انك لو تقص الجناح، بس عارف ان في ناس بيبقى مضطرين وكده، بس لو ليه تقص الجناح؟ يعني انت ممكن تلزقه بلزق ولا حاجة. حتى انا كنت بعملها كده وكانت عادي، يعني بضربه وممكن تعيش سامي حاجة وبعدين تشيله تاني. التاني بقى قص الجناح اصلا ده ممكن ما يطلعش في الاخر الجناح، يعني في احتمالية برضو ان هو الجناح يفضل كده لابد ما يطلعش. فابعد عن قص الجناح ده، بيخلي الطائر اصلا ما يحبكش وتلاقيه بيكرهك كده دايما، يعني كل ما تيجي تلعب معاه تلاقيه خايف منك كده. فانت لو انت كأنك بتهدم العلاقة بينك وبين الببغاء. فايه يعني قص الجناح بالطريقة الصحيحة اصلا بيسبب اضرار عنده وكده، فابعد عن قص الجناح. المركز رقم 6، ودي الأمانة أنا كنت بعمل خطأ دوت، إنك تاخد فرد تفريخ تحاول تدربه عندك، أو هو أصلا متدرب وأنت عايز تفرخه، فتقوم واخده كده بقفص عشان تلعب معاه. دي حاجة مش كويسة، تخلي عندك مفيش إنتاج، وهي دي برضو يعني هي فيها تدريب وفيها في نفس الوقت في التفريخ. فأنا عايز أقولك إنك لو عايز عصفورك تبيض، اياك انك تاخد مثلا جوز او فرد واحد مثلا عشان تلعبه. انت كده بتخلي دماغه كلها ان هو عايز يطلع بره القفص يلعب وبس، دي حياته. فانت ما تطلعش في البغان بتاعك، لو عايز تفرخه سيبه في القفص، سيبه مش عارف بقى هو متدرب ولا ايه. المهم انك تسيبه حتى لو متدرب. فدي خطأ كبير جدا، ما تعملوش خالص، انك بتخليه دماغه بره وكده. فده الخطأ اللي انت مفروض ما تعملوش. الخطأ رقم 7، انك تضرب الببغان بتاعك. في ناس بتكون مثلا بتلعب مع الببغان بتاعها، فيقوم مثلا عضها، فتقوم يروح الببغان ضربه اللي هو يعمل كده بايده جامد كده يضربه، فانت كده اللي هو بتأذيه. انت كده في ناس بتفتكر ان هو كده بيعلمه ان هو عمل حاجة غلط وكده، لكن انت كده بالعكس، انت كده بتخلي الببغان يخاف منك اكتر، تلاقيه بيبقى شرس اكتر منك، فبتجيب نتيجة عكسية. فابعد عن ضرب الببغانات يا جماعة. ولو عضك ما
ما تشيلش ايدك بسرعة في نفس الوقت. دي يعني هي دي المفروض تبقى نقطة تانية، بس انا هحسبها برضو مع النقطة دي، انك لازم مثلا لو جاي عضك تخلي ايدك موجودة ما تشيلهاش وتدخلها جوه، حتى عشان كده ببقى انا احس ان ايدي اقوى منه، فيبتدي يبقى عصبي معاك شوية كده. فانت حاول انك تستحمل عضته حتى لو هيعورك، حاول بس انك تستحملها وتدخل ايدك جوه بقه شوية كده، هو تلقائيا هتلاقيه سابها وتحط في ايدك سكر كده يعني او عسل كده، فدي خطأ وإياك تضرب بالبغام بتاعك. الخطأ رقم 8 إنك تخلي البغام بتاعك ما يجتهدش مثلا في الذاكرة. يعني إيه؟ يعني أنت مثلا أنت بتروح تحط أكل بالبغام وخلاص، بس شكرا سلام، اللي هو ليه الأكل طول ما عند البغام، والبغام هيبقى كسول، ما هتلاقي ذكائه يقل. ببغات ذكية ومحتاجة ان انت تدربها انك تعلي ذكائها، انك ايه تعلمها حركات، انهم على ظهره مثلا، تعمل حركات كده عشان تنمي ذكائه وكده، يعني انت تبقى تجوعه وما يعمل حاجة صح بقى انت عايزها تقوله اديله الاكل كده يعني. فايه حاول انك تدرب ببغات تعلمه حاجات كتير. الخطأ رقم 9 انك تخلي البغبغان بتاعك ياكل حاجات ضاره، زي انك مثلا تدي البغبغان بتاعك شوكولاته، تدي قهوه، هو ليه شيبسي مثلا، ومثلا يكون البغبغان بتاعك ساب مال الشيبسي زي انا عندي كده فبقى بيحبه، انت ممكن تديه حاجات بسيطه جدا وتكون مثلا حاطه في ميه كده تشيل طعمه كده، فدي مثلا حاجات بسيطه جدا. لكن مثلا في فواكه سامة زي انك مثلا تديله افوكادو، والطماطم بتخليه ما يعرفش يتكلم ولا ايه، فالطماطم بيبعد عنها، والفراولة والكرز. اياك تأكل بالبغبغان بتاعك حاجات سامة، وعرف الحاجات السامة بالبغبغانات والحاجات الكويسة، وتديوش شوكولاتة، الشوكولاتة سامة موت على طول، فاوعى تأكل الحاجات الضارة دي. وعلى فكرة بذور التفاح فيها مادة السيانيد، دي خطيرة جدا يعني، فمتأكلوش بذور الفواكه عامة عشان بتبقى سامة أو أغلبها بيبقى سام، فأوعى تأكلوا بذور الفواكه دي عشان بتبقى ضارة دي. الخطأ رقم 10 إنك تخلي البغبغان بتاعك يروح فسر في أماكن خطر ليه، زي مثلا هو يكون في مروحة ولا حاجة، فهو بيطير يقوم خابط المروحة اللي هي بتاعت السقف دي، يوزف داخلي أو راسه تتقطع حاجات كده، فاللي هو ليه ده؟ فانت خلي بالك من الأماكن دي، أو حتى المروحة اللي في الفيديو ده ممكن مثلا البغبغان بتاعه رجله تخش مثلا وصباعي يتقطع ولا حاجة، فاللي هو انت مش متخيل الألم اللي هيبقى فيه. فخلي بالك جدا من الحاجات الخطر دي جدا ليه. الكهرباء طبعا مش محتاج اقول عنها حاجه، طبعا تعمل ايه. الخطأ رقم 11 خطأ خلاص، انك تحط البغبغان بتاعك في قفص اصغر من منه نفسه، يعني اصغر من حجمه، فانت بتحطه في قفص صغير، فانت لازم تعرف البغبغان بتاعك بيحتاج قفص قد ايه وكده عشان تعرف توفر له القفص ده، عشان ما ينفعش انك تخلي البغبغان في قفص ضيق وان هو يفضل واقف كده ما يعرفش يتحرك اصلا، فانت لازم تخلي القفص كبير على قد البغبغان. اتخيل انك محطوط في اوضه اصغر من انت لازم تقعد فيها، قول بقى انت هتقعد ازاي، هتعيش ازاي فيها. بس كده دي كانت كل حاجة هقدر اقولها في الفيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو متنساش تحط لايك وتشترك في القناة لو مكنتش مشترك، عشان الفيديو ينتشر ويوصل لغيرك ويستفاد، والاشتراك عشان يخليني استمر، عشان الاشتراك ده بيفرحني ويخليني انشر فيديوهات اكتر عشان الناس كلها تستفاد. بس هو ده كان الفيديو، اشكر الفيديو بتاعي خير الله، ومع السلامة.